نعم، معانا السيدة أم مصطفى من الجيزة. حاجة أم مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام، كده تفضلي يا حاجة، الله يسعدك. يا حضرة الشيخ، تفضلي. صلى الله عليه وسلم على السلام. عليه الصلاة وأزكى السلام. أنا ابني عيان عنده حساسية، نعم، فجبت له عن عربية كده على قد يشتغل عليها يأكل بيته وولاده يعني. نعم، فعليه ديون كتير قوي يا حضرة الشيخ، والديون ده هتسبب له مشاكل بعد كده وهتخليه يعرف محاكمه كده، فهو عايز يعمل قرض على معاشي، فينفع؟ طيب، يبقى هو عايز يعمل قرض عشان أي يزود المشروع بتاعه عشان يقدر منه يسدد الديون لا اللي يا عليه. فضيلة الشيخ، لا يا فضيلة الشيخ، استني أنا عايز طيب، ما انا يسدد لسه الديون اللي هخيرك ما عليه. بين حاجتين، انت هو دلوقتي عايز يعمل قرض عشان يسدد دينه، صح كده؟ أيوه، طيب هو مضطر، يعني احتمال فيه احتمال حبس او شيء من هذا القبيل؟ في طيب اذا كان في قضايا مقدمة نحو او شيء من هذا الحبس، فإذا كان هو مش هيجيب الفلوس دي لا على مشروع ولا هيجيب الفلوس دي على خدمة ولا هيجيب أي حاجة، هو في الغالب دلوقتي البنوك ما بتديش حاجة اسمها قرض، لازم يقول السبب اللي هو من أجله هياخد الفلوس دي، بدل هو السبب دي فبقى أصبحت الفلوس دي تمويل، أما وإنه لو خد الفلوس دي بغير سبب فهو يجوز ليه للتخلص، لأن عندنا الضرورات تبيح المحظورات وعندنا قاعدة مكملة اسمها إيه؟ أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فيجوز له أن يفعل هذا تخلصا من مشقة المشقة البالغة المتمثلة في الحبس والسجن، فيجوز له أن يفعل ذلك للتخلص من هذه المسألة، والله أعلم.